نشرة إخبارية جديدة من جامعة المنصورة، وإليكم أهم العناوين. عقد المؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان الأبعاد القانونية والاقتصادية لظاهرة العنف في المجتمع المصري. رئيس جامعة المنصورة يعقد لقاء بأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية للطفولة المبكرة. الملحق الثقافي لسفارة دولة ليبيا بالقاهرة في رحاب جامعة المنصورة. إجراء تجربة محاكاة لمكافحة الحريق والإخلاء الآمن بكلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة. قطاع شؤون التعليم والطلاب ينظم احتفالية ذوي الهمم بجامعة المنصورة تحت شعار قادرون باختلاف، هيا انطلق. اجتماع اللجنة المنظمة لأنشطة وفعاليات التغيرات المناخية. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الوحدات الإنتاجية لمزرعة كلية الزراعة بألبشو. اعتماد مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية للقيام بالتدريب والاختبارات لشهادة التحول الرقمي من المجلس الأعلى للجامعات. عقد مؤتمر تنسيقي بين جامعة المنصورة وقيادة الجيش الثاني الميداني بحضور محافظ الدقهلية. قطاع خدمة المجتمع يعقد اجتماع تحضيري مع ممثلي جمعية الدقهلية لخدمات سوق العمل. متابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات بقطاعي التعليم والمستشفيات. رئيس جامعة المنصورة يلتقي بوفد من رجال الأعمال ومستثمري المنطقة الصناعية بجمصة لبحث سبل التعاون المشترك بحضور بعض عمداء الكليات. تفقد المنشآت التعليمية الجديدة مشروع مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة وإنشاءات مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد. جامعة المنصورة تكرم أعضاء هيئة التدريس الذين بلغوا سن التقاعد. اجتماع نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع فريق حياة كريمة. اجتماع نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع فريق تنمية الأسرة المصرية وفريق قادرون باختلاف. رئيس جامعة المنصورة يستقبل وكيل وزارة الصحة بالدقهلية للتحضير لبروتوكول تعاون لدعم الرعاية الصحية بالدقهلية بحضور عمداء الكليات الطبية. جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل إنجاز وحسم للشكاوي الحكومية خلال عام 2022 بمعدل 99%. قافلة جامعة المنصورة جسور الخير 17 بمحافظة البحر الأحمر لمدينة القصير. الاجتماع التنسيقي الأول للمرحلة الثانية من مبادرة شباب من أجل التنمية. جامعة المنصورة تدشن الصالون الثقافي لتبادل الفكر وتعزيز الوعي. كلية الطب بجامعة المنصورة تحتفل بتخرج الطلاب الماليزيين دفعة عام 2022 لبرنامج المنصورة مانشستر. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.